خطفي همي وهمك. انت لو عشت همي وانا لو عشت همك صارت الدنيا احلى وخطفي همي وهمك. همي همك لا تقول همي وحدي. من امل ومن انا الحق واحد وانت يفتيني تقبلها بروح رياضيه تعيش وتاخذ غيرها. يا با صح انا وانت واحد مثل ما انا وقافر واحد، لكن بصراحه يا با انا محاول قافر لما يخرج من السجن وشبي عليها الارض شرقيها له. كيف اصيلي اصيلي يا امل الله يفتح عليك، وانت غيلان تقبلها بروح رياضيه وتعيش وتخذ غيرها. المدرسة بتتحرق وبيوت كتيرة في القرية بتتحرق. حركوا القرية حركوا القرية حركوا القرية حركوا القرية هيا يلا يلا. يا رب استر. Come on!
يا جماعة، القرية مسؤولة بتطفى عليك المدرسة، تمام؟ اسمعوني انت وانت وانت بوكو شلو مواجعك صوتك، تمام؟ يلا بوكون ولا عاد يفيدكم، ها؟ وانت وانت شلو مبقرة حق زخيم، يلا بوك بوك. مالك يا شفيقة مالك؟ طمني أبوك بخير والله شرقيع بخير مالك؟ ادخل انسوا من برد. خلاص حبيبي خلاص، هنش أجيب لك حاجة من برد قسي. إحنا شو ده؟ إحنا طريق، إحنا نأخذ المواشي. يا جماعه ايش ذنب المدرسه هذه يحرقوها؟ ذنبها انها تخرج جيل جديد غير الجيل اللي جحلها طفاح. يا جماعه الخير، طفاح في السجن، وبعدين ما دراكم انه هو الذي احرق المدرسه؟ طفاح بمسجن بس اذنابه لا، وهم الان يدفعون ثمن رغبتنا في اننا نعيش حياه نظيفه بدون استبداد ولا ظلم. كالطفاح خلاها عشش ويزيد يرسل لنا من يحرقها. بالله عليكم ان ندرس الطلاب الله يحرق قلبي مثل ما حرق قلوبنا. ايش دراكم ها؟ ايش دراكم انه طفاح اللي احرق المدرسه؟ ليش ما يكونش طرف ثالث من خارج القريه؟ ها؟ انا متاكد ان هذا الطرف يشتي يحرش بينك وبين طفاح. لا طرف ثالث ولا رابع، اذناب طفاح واذناب طفاح. بس انا استعرف اذناب طفاح دولة ليش يرضوا على نفسهم يكونوا ادوات بيد طفاح؟ ينتقم بهم من القرية وينتقم بهم من المدرسة. ليش؟ ما عندهمش دم؟ ما عندهمش إحساس ولا ضمير؟ الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم. راك احنا هم ما في أمل، هذه صرتم غنم حقنا، حق القراش. أكيد اللي حركوا المدرسة هم نفسهم اللي سرقوا غنم. يا جماعة يلا كل واحد الآن يروح بيته ويتفقد غنمه، تمام؟ يلا 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 يلا. يا جماعة أنا مثلو، أين زورق هذا؟ زورق يا زورق يا زورق. يا حاج حمود قلت لك ما حد شي يسمعك، أهدى الله يرضى عليك. ووسط لنا سنين بنصيح ما حسمعنا ولا حتى رأينا احنا، وزورق هذا الله لا سامحه ولا بره. مره دخلت النار لاني حبست هري، واحنا ثلاثه اهراق محبوسين مع كل الباري يوم القيامه. اه يا زورق جعل لك بحري زردك انظر وضبع. مليون مره وانا اقول لك ان ضباح ابو طفاح كده مات، وان شاء الله ابن طفاح يلحقه، افهم؟ ايوه مات. ومن عايتي لنا العشاء مدري الصبور مدري الغد
ندري ما هو يتو احنا عن نسمي. صحيح يا با، اكيد في حاجة تحصل فوق. تقول يا شيخ اهل مكريه ما شوطن بعد اللي عملناه امس؟ اكيد يكونوا ميتين بغيظهم. والله خلهم يموتوا مقهورين. يا شيخ انا اراني كفيهم، لان احنا اخذنا مكرش حقهم وحرقنا بيوتهم. انت ترى كذا؟ ياه والله عادهم ما شافوا من القمل لذنه. تمام اللي أبيده تمام يا شيخ بارك، يستاهلون. تمام لا لا، خليهم يعرفون قيمة الشيخ طفاح. تمام بس أعدكم لو كنتم حرقتم بيوتهم جنب المدرسة كان عاد أحسن. أي والله يستاهلون، علشانهم رفضوا صلح. خليهم يعرفوا عواقب رفض صلح، و حل الموضوع ودي بعيد عن المحكمة. ما رضوش. خلاص أنا كده قلت لك ديلا ما ييتونش إلا لما يكسر أسنانهم ويرضخون. بس إيش يسوي بعد أكثر من اللي عملت معهم أمس؟ أقطع عليها نصاقه. نقطع مصاق؟ كيف نقطع مصاقهم مزارعهم يشكوها من أبارة مقابل ثلث محصول؟ وإذا قطعنا عليهم مصاق نخسر ثلث محصول وهم يخسرون مزارعهم. طاز علي ولا داي، والله لا يهمنا ولا تهمنا خسارتي. تسمع الا لا، اهم حاجه ربيهم اخليهم يعرفون من هو طفاه. تمام اقطع عليهم امساق. ده انا اقول لك نفذ اللي اقول لك عليه. دساس لما نعود لمكريه تبوك لعن زبروك وتبلغه باوامر الشيخ طفاح. حاضر يا شيخ بارك، اوامر الشيخ طفاح هني على راسي. يوه يا لهوي، ايه ده كله؟ ده يا شاطر واخدنا ورايح فين على الصبح كده؟ وايه اللي انت شايله ده؟ انا بخاف قوي من السلاح والعنف. شاطر انا كده مضايقه ليه؟ تسمع على هذا اسمع دي اللي يعني ضفدعة تحاول تتحول الى فراشه، وهي والضفدعة مكبريه من تم صوره. شاطر انقل العقد الزواج حقك لا عندي وانا شستلمها انا، والله لا اطلق الان. نحن ومدلع يعني شبيب الجبل، والله النداء ده قسما بالله نداء او سمنا واحلى منها. انا ما استاهل انزبك انت هيك قسما بالله. حبلك كان بندق ذا اليوم اليوم اختين اليوم اختين معنا عمل اليوم هي اليوم قلت حياه ايش تعطي والله البرميل احلى منك. صحيح هبل هبل اسمعين، احنا شو نعمل البرميل هنا ونفتش اي سياره تجي من القرى؟ اكيد اللي سرقوا القراش حقنا هنا بهذه القرى شقوق، وحنا نمسك القراش حقنا ذي ضربه استباقيه قبل ما يبيعوهن بمسوق. تمام صح، انا اجيب من الخطط الاتيكيتيه ذي حقك. فهمت يا هبلة؟ ذي خطط ما يعرفوها الا الضباط مثل الاخ اسمك. اليوم يا هبلة اليوم اليوم يلا شلاي يمين يمين هنا 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 قال لك هنا. انا اوريكم يا سارقين الغنم. شوتر جي خلي اثنين براميل، واحد هنا وذي هنا. النادي بس شيخنا الكبير طفح يلا رقصات عرفت القصور. يلا 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 ابو الرقصه خلوها فرحه الليله فرحه اليوم. يلا عادكم اشترقصون واشتغنون، يما نفرحن فرحن كبيرة، يما تخربن قرية يحسون منه طفاح ويتمنون رجوعي. تسمعون وانا شارجع لها اقوى، وشا ربي اللي وقفون ضدي كلهم. يلا تمنى يلا ما شاء الله. بس بس ما شاء الله. بس بس تحتفلوا ها؟ تحتفل يا طفاح. طبعا ما دام شفيت غليلك وارسلت من يحرق المدرسه ويروع الناس ويسرق قراشهم.
ما هو ضمعك كدنك تحيد هنا بين اربع جدران وادك تتهمنا ما نجدار يوز الحكا كلها اللي تقولها. بس انا داري منه ومتأكد انه انت. يوم ما اثبت كلامي هذا بيكون حسابي معك عسير. خاطرك وعلى فكرة قريب ان شاء الله قريب بقبض على ابنك عوض وجيبه لك هنا عشان يونسك. هبا اللي تجا هبا اللي تجا ما هبينا بعزاز قارئ يلا ارقصن 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 ايوا شطر ياه اي سيارة تدينا هنا ومعاهم الغنم انا مرة ينشل الغنم اللي معاهم بدل حقني. لا يا هبلي كيف نشل الغنم؟ عيب الكلام ده نشل الغنم ومسيارة. لا يا شيخ حرام عليك والهبل اللي انتو بتقولوا الهاول البوليسكا. اذكر الله لا اله الا الله صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليك يا اللي حصل امس في القريه عربك الجميع تمام ومش بعيد الايام الواقيه يزيد الفوضى والانفلات وده الكلام يتطلب مننا احنا ان احنا نهدى ونفكر بعقل عقل ما هو من عقله سرقهم بكره حقي وشلوا المواشي حقي كلها يا فتاني وحرقوا بيتي ولولا عنايه الله لحرقت له جهالي يا جماعه الذي وطد الفعله اكيد عصابه مسلحه وهم من خارج القرية وما درك يا هواش ما درك انه من خارج القرية ليش ما يكونش من داخل القرية انا اعتقد انه الفاعل من خارج القرية بس في ناس من داخل القرية متواطئين معاهم صحيح دائما الخيانة تكون من الداخل عدوا يا جماعة دل عشان نختلف من الفاعل الفاعل كده انه معروف الان هدا ونفكر كيف نعمل لمواجهة الفوضى دعه الشيطان بارك اجه هو الضابط السلام عليكم مالكم يا جماعة السلام لله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ بارك حياك الله في قريتنا حياك الله حياك سلمك وآفاك على كل حال يا جماعة أنا أول ما سمعت اللي حصل بمكرية راح زرت تفاح وكلمته وكلفنا أخرج مع ضابط علشان نضع حد لمفوضة بمكرية وما دخل تفاح بمكرية واللي حصل في مكرية ما هو حميها حرميها يا جماعة الخير صلوا على النبي مهما حصل بينكم من مشاكل انتون تفاح الا ان مكرية ملك جميع واللي يحدث فيها يهم جميع الا تفاح لان تفاح هو سبب المشاكل والبلاوي اللي تحدث في مكرية يعني يا فتيني اعتبر هذا اتهام رسمي من اهالي القرية ضد تفاح بأنه المتسبب لما يحدث في القرية يا جماعة صلوا على النبي اسمع يا فندم نحن ما نتهمش أي حد ونشتيك تحقق بالموضوع بنفسك وتمسك على الفاعل ويأخذ جزاء كائن من كان الله يسامحكم يا أهل قرية تفاح عموما أنا يدي ممدودة لكم ومستعد أتعاون معاكم لإعادة بناء مدرسة لحركان ومستعد أتي برجالي لهنا يتعاونوا معكم بحرس تمكرية بارك وما دراك إن المدرسة حركنا ها؟ أيوة الدساس اللي خليته يقعد بالمضافة هو اللي بلغنا حركت لنا واجينا اليوم تشون تبنونها احترم نفسك يا زخيم أم لسان اللي تتهمنا أنا ولا تفاح بقطعها فهمت؟ هذا جزاتي لأني أتيت بمضابط علشان نضع حد ونتعاون على ضبط مكرية خلاص يا جماعة أنا بعاين الأضرار وبنحقق بالموضوع وكل شيء بقى يتضح الآن يلا كل واحد يروح على شغله وانت افتني تعال ما يرسيك هذا المسلسل
جاد الساس الموسم موسم ساقي. اقول لك على تامر الشيخ تفاح. يا عمر الشيخ تفاح انت تطفى بس ومالك دخل. يا جماعة الناس لو دريوا ان اللي طفيتها والله ما يسكتون، والله ما يسكتون. يا ابن الحلال طفها وبس، كلام نهائي، هذه اوامر الشيخ تفاح، ما تفهمش انت يا زبون؟ يعني انا مسؤوليتكم؟ ايوه يا واه انا شطفيها، لكن الله يستر. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله. خير يا شيخ؟ جساس يقول انك تشتينا ضروري. ايوه اشاك يا هبل، انت جساس تبيكون لعند اوض وتاخذون معاكم باكس وتبيكون لقريه تفاح. اشاكون الليله تحرقوا مزرعه فتيني واياده نوري. منه يا شيخ بارك منه. انا من رايي يا جماعه نحرق اياده اوض باين. واه 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 اياده الشيخ اوض؟ تشتينا نحرق اياده الشيخ اوض؟ ما هو ذم كلام يا و ما هو ذم كلام؟ انت معاهن ولا معانا؟ انت قفلوا. انا شو اوضح لكم الموضوع، لو حرقنا ايادة نوري بس الناس كلهم شي يشكون ان اللي وراء الموضوع ذاك ذي، لكن لو حرقنا ايادة اوض بين ما حد مع القرية شي يشك ابدا ان وراء الموضوع مش اخبارك واوض. فهم لكم؟ عندك حق يا انان. اسمعوا قوموا الآن ونفذوا مهمة وواحد يحس بكم. تمام؟ شر يا شيخ. ولا يهمك يا شيخ، ولا يهمك، ولا يهمك. وحوش إذا ما وريتكم يا أهل قرية تفاح وخليكم ترحموا على تفاح والله أكون أنا بارك. اللي حصل يا جماعة من حريق المدرسة وسرقة بيوت ومواشي البعض رسالة واضحة ومعروف من هو وراها وأسبابها معروفة، واللي شاف منكم انكم ما تضعفوش، ما تضعفوش وراء اللي حصل. الله اكبر. تقصد من يفتيني؟ هذه ردة فعل من خصومنا بسبب رفض الناس الصلح. اللي فعلها معروف، اللي فعلها هو نفسه اللي ارسلك عشان تقنعني وتقنع زخيم وتقنع اهل القرية نتنازل عن الدعاوي اللي رفعناها ضد الطفاح. انا جيت لحالي، ما حد ارسلنا، وبعدين جيت من اجل الصلح من شان نعوضكم ونرجع لكم حقوقكم. انتم تشوا المحاكم، المحاكم حبالها طويلة وما لهاش مخرج، انتم احرار. خلاص مش وقت العتاب بيننا، الايام شتوضح كل شيء وشتبين كل حاجة. اللي نشاه الان ان احنا نتوزع مجموعات لحراسة مداخل القرية. تمام؟ شوتر وزخيم وسعيد للمدخل الشرقي للقرية، اما مبروك وبلال وحسن المدخل الغربي للقرية. تمام؟ تمام. وبقية اهل القرية يتناوبون كل يوم مجموعة. تمام؟ تمام يا مفهوم. أهو ده الكلام، وأنا بقترح ريس فتيني أكون في أهم مداخل القرية. أنا سيبوني حالي، أنا أداها ودود، ما تخافوش علي. لا يا دكتور جمعة، أنت والمحامي فازع تروحوا تجلسوا في السكن، لأن احنا منشاش نأدبكم. يا ريس فتيني يا أخي روح السكن ما سكن، عليك الله المستعان، عليك الله المستعان وعليك الله المستعان. يا جماعة ده أنا بقيت منكم فيكم، يعني اللي معاكم ليا واللي ليا ليا. أقول لكم حاجة، أنتم ما تعرفوش جمعة. تعرفوا جمعة؟ تعرفوا جمعة منين؟ أقول لكم حاجة، تصدقوا وتأمنوا بالله أنا بطل لمرتين في المصارعة. ما أكثر هدارش يا ضابية قوم ارقد. كلام فتيني على حق يا جمعة، احنا بنكفي ونوفي، أنت روح السكن ولما نحتاج خبراتك القتالية بنصيح لك. خلاص الآن كل واحد يروح المكان اللي قلنا له عليه. تمام؟ تمام. وأنا معاكم، هاجي معاكم معاكم. باكس أجدي ويني قساس حاضر. اسمعوا الخطة زي ما قلت لكم تماما. تمام؟ تمام. نتوزع ونمشي مع بعض. كيف نتوزع ونمشي مع بعض يا شيخ؟ انت ما دربوك، انت ما دربوك، ده اتكات عسكري، اتكات عسكري كذا يمشي كذا، يعني قرص على بعض. تفهم لك؟ تمام. نتوزع وبعدين ايش؟ نمشي مع بعض. تمام. لما نوصل عند بيت ذا نورين عند عيادته نحرق ابوها حرق. تمام؟
تمام. جبت مجاز يا شيخ. الكول ستاند باي يا شيخ. اواب في ناس واقين. ناس كده كده ما تخافوش، انا معاكم. جمعه معاكم يا جماعه. خلاص يا جمعه، خلاص يا جمعه، خلاص يا جمعه. هدا انت، هذا لازم، هذا لازم لي. هدا انت غير ثرثر ساع امك. اصص اقطعهم حتت حتت، حفرهم. ده هو بالممر الذي قال عليه عم نفتيني. ها هو ده. يلا روحوا، سيبوني. اهدا اهدا اهدا، اسمعني للحين يا جماعة الخير. كيف نبي نجلس هنا ولا نتوزع على المنطقة؟ كيف؟ لا، انا عندي مقترح ان احنا نجلس هنا وكل ساعة واحد مننا يروح دورية على القرية ونرجع لهنا. بس ما حدش يقول انا اللي هروح. انا هروح اعمل لفة على القرية، الدكتور عيادة الدكتور نوري على المدرسة، لفة كده على القرية ورجع. ما تخافوش، ثواني ورجع. اسمع هكذا يا ام جمعة، انا بين اقول لك اهدا اهدا قر. اسمعني، انت ضيف عندنا، ما عليك الا انك تصير للسكن تجلس. الصراحه احنا خايفين عليك. اي كلمني، كلم كلم، خوفني خوف. تخاف على مين يا اخويا؟ انت تعرفوا جمعه؟ تعرفوا جمعه منين؟ بص، انا معايا الحزام الاسود في الكونغ فو، ومعايا الحزام الاحمر في الكاراتيه، ومعايا الحزام الحمار الحزام الازرق ده ولا البرتقالي في قتال الشوارع الليليه المظلمه. بصوا، انا مره وانا في مصر 10 13 في الشارع وانا مروح دقيقه تك 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 تك. خلاص التن هنا التن هنا، مفيش أصا أصا أصا. مرمك أنت، هدا هدا. فأنا أقول لك أنت سير السكن وخلاص. وخلاص؟ أيوة. خاف على روحك يا حبيب أمك. يا جمعة فهم فهم يا أخي. يا أخي مبروك، قصده إنه ما فيش حد بالسكن هناك يحرسه، لابد من واحد هناك يجلس هناك يحرس السكن. أنا قررت إنه أنت تصلح للمهمة هذه، إنك أنت اللي تحرس السكن. انت شايف كده يا استاذ مبروك؟ ايوه خلاص، القرار القوي للناس القويه اللي زيي. خلاص هروح احرس السكن، بس يا ريت اطلعوا لي في السكن حتى 20. اقطعهم. يلا والنقطه ارجع ورا. يلا الخلف دور يا شيخ عواب. الجماعه اجلسوا بدون مدخل، ايش رايك؟ ماشي نوصلش نحرق معياده حق نوري، ايش رايك نرجع لهم بكره؟ بكره؟ من بكره؟ بكره السبت وانا شقمعه. ما قصدك يا شيخ؟ ما قصدي؟ ياه. قصدي اذا ما قدرناش نحرق عياده ذا نوري، اطفي حريق قلبي من قمعه ذا الكنغفو. يلا. تمام. يلا نتحرك. كنغفو. شوتر. ياه. تذكر زمان يوم ما تحاربنا احنا هو قرية جيلخ؟ يا شفت كم عاصرناه الحصار؟ كنت انا احسن واحد يعرف يرمي. انا من الخراب. انت يومها قد كانوا تاخذوا حقك البندق، شلوا عليك وانت تتهابل لي هبل. انت اللي بطلق خارطي بزق اليوم بندق حقي؟ ياه. بندقي هو شرفي، اموت ولا يبزلنا. والله يا جماعه اقول لكم الناس كذا نسينا بنادق وسلاح كذا ندحل بينهم شنط، لكن مع الفوضى رجع كل واحد وتسلح. والله انها مصيبه. الله يستر. السلام عليكم. السلام عليكم. تعال الرجال. الله يبارك فيك. العيون الساحره التي لا تنام. نعم 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 والله. ام شوتر وام زخيم، معقول حتى انتم تحرسوا القريه؟ طبعا احنا حسبنا الشباب. الكل يا نوري يحرس القريه، صغير وكبير. حتى انت بين يا دكتور نوري، من بكره اش تبدا تتناوب معهم في حراسه القريه؟ اكيد يابا اكيد، وذي قريتنا لو ما حميناهاش احنا مش حميها. صحيح صحيح. يلا ما تامرك. الله يبارك فيك. تامر بشيء؟ سلام عليك. زخيم هسه كم بندق؟ ماله أو بي انت فنها لك زي زمان. انا في الخط. تضحكون تضحكون. انا فارس الفرسان ولدتون مش مصدقين ارقدوا وعملوا. انا ذا انا موجود. زخيم انا شو زخيم انا شو شوفر. مش انت فارس الفرسان؟ لكن الا انحجان. حبيبي حبي لك مش اوان، حبيبي يلا نسافر لطنطا. حبيبي ان كنت زعلان عليا تعالى فش غلك عليا. كلمني كلم كلم فهمني فهم فهم. كلمني كلم كلم فهمني فهم فهم. سهلة 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 سهلة. كلمني كلم كلم فهمني فهم فهم. لا دعك الهم يا غالي دعاني همي همك.
همي همك كل ما عانيت عني دعاك الهم يا غالي دعاني اجتمع حالي بحالك لا تشيل همك لحالك حط في كتفي رحالك انت مني منك يا اني اجتمع حالي بحالك لا تشيل همك لحالك حط في كتفي رحالك انت مني منك يا فرح افرح كل ما طابت امورك واحزن انقاست ويتكدر شعورك كل ما طابت امورك واحزن انقاست ويتكدر شعورك بحرنا والبر واحد حالنا لو ضاق واحد خلينا في هم واحد لا تجز هم ثاني بحرنا والبر واحد حالنا